بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بجمعية الأيادي البيضاء أطلقنا حملة رمضان الخير 12. هاي الحملة بتهدف لمساعدة إخواننا النازحين بالشمال السوري على الحدود السورية التركية. طبعا الحملة مؤلفة من توزيع عسل غذائية، وجبات مطبوخة، الخبز، التمر، كسوة العيد، لأنه في ناس كثير، في أطفال كثير ما بتعرف شو معنى العيد، ما عندها لباس تلبسه لأنه ما في عمل. وهي رمضان هاي السنة بيختلف عن كل السنوات، لأنه مشاريع الأممية كلها وقفت، السلة الغذائية وغيرها كلها وقفت عن الناس، فصار في فراغ كبير. فنحن عم نحاول نسد هذا الفراغ ولو بشيء بسيط عن طريق الأخوة المتبرعين، الله يجزيهم خير. Hey.